السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة يوميات أمين دولمية. فيديو جديد، مرحبا بكم معنا. اليوم غنقدو واحد البغرير اللي ساهل ومهل. الصراحة بغرير كيجي مسقب وكيجي خفيف وزوين. المهم غنحتاجو، انا درت هنا جوج سلايف ديال السميدة مختلفين، درت سميدة غليظة، سميدة رقيقة، زلافة زلافة، وزلافة ديال الفرز، جوج خمارات حمرين، وفانيا كما كتشوفوا خوشي، وفانيا، والخميرة ديال العجينة، وشوية الملحة كما كتشوفوا خوشي. مهم، والماء باش نخلطو، وهذه حتاجة تجرى، ومونينكس بطبيعة الحال ولا تراب كهربائي باش نخلطو هادشي. مهم، هادو هما المقادير، قلت لكم جوج خمارات حمرين وجوج زليف ديال السميدة والدقيق ديال الفرز وخمارة الخميرة ديال الخبز وشوية الملحة. هادشي اللي كاين اخوتي، وصافي، والماء هادشي اللي غنحتاجو. المهم غادي نبداو نديرو المكونات حاجة بحاجة. الصراحة راه قلت لكم كيجي زوين، بلا ما نشكروا لكم حتى تجربوا ويصدق لك من اول تجربة. وخا تكون مبتدئة عمرك درتي، غادي تجربي غادي يعجبك. المهم اختي واخوتي كلكم تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ليا لايك وابوني وشي كومونتير فضلا ليس امرا. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنبغي نشكركم بزاف بزاف بزاف. المهم اخوتي الماء عادي ما يكون لا دافي لا والو. المهم صافي غنبداو نخلطوا مكونات. المهم كما غنعاود لكم المقادير باش ديرهم، درت زلافه ديال الفرز، وزلافه ديال السميده رقيقه، وزلافه ديال السميده غليظه، جوج خمارات حمرين، وخماره وحده بيضه، معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال الملحه والماء. المهم حتى تولي لكم العجينه جاريه كما غادي تشوفوا في الاخر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو خوتي، وتابعوا معايا حتى الاخر. غادي نديرو السميده، المهم نفس الزلافه، راه تقريبا نفس الزلافه ونفس العباره خوتي، ونفس الزلافه ضفت عليها الفرز، وغنضيف عليها السميده الرقيقه. صراحة راه تيجي زوين، ونتمنى تجربو، ولا جربتو ما تنساوش تقولوا لي في الكومونتيرات. المهم خوتي المهم اخوتي غادي نخلطوا هادشي. هذا هو الاول، نتمنى تجربوه، راه الصراحه كيجي زوين، وهانتوما غتشوفوا في الاخير كيجي متقب ما كيجيش معجن. وجربوه عاد تحكموا اخوتي هادشي اللي كاين. دابا غادي نزيد فانيا. المهم درنا فانيا وحده، لا ما كانش ما متوفراش عادي، ما ماشي شي حاجه. درت خماره حمراء الاولى، وغادي نزيد الخماره الحمراء الثانيه. هنا كنحتاجو جوج خمارات، وكنحتاجو معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، والملحه خوشي هادشي غنحتاجو. المهم خوشي ونكملو التخلاط ديالنا بحال هكايا باش نزيدو الماء ونخلطو حتى تيجرى. هادشي اللي كاين اخوتي، تابعوا معايا حتى الاخر.
خوتي راه جا زوين الصراحه، ونتمنوا تجربوا. الصراحه راه جا زوين ومثقب كما كتقول خوتي. والمهم الا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديال لايك وكومونتير وشي كومونتير يكون زوين بحالكم اخوتي. فضلا ليس امرا كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكنبغيكم. بالسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.